جاهز معانا؟ جاهز طبعا. يلا اعطونا خمسة. الحقيقة أنا عاوز أشكركم أول سبتوه بعزة لكم أنكم أشخار، بس نروح الخير عدنان كلكم معنا على الله. يا جماعة ستوب مش هشتغل، أنا قاعد بس بتكلم وبكمل كلام على الفاضي. مش الله معك، أنا سعيد جدا. تفهمونا غلط. لا اله الا الله على هالمقابلة اليوم بجد والله. طب ايش كل ده كلام فاضي؟ كل دي انا دي مصايب. انا في حاله غير يرثى لها. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم لا تفهمونا غلط. فريق العمل بهالحلقة استضافوا الفنانة النجمة المصرية فريدة سيف النصر. وائل، في مجال تحكي لنا شو وجهة نظرك بحلقة اليوم؟ بغض النظر عن وجهة نظري، جميع وجهات النظر أجمعت إن الفنانة فريدة سيف النصر بنت بلد وجدعة وكلها شهامة، فإحنا قلنا لازم نستغل حاجة زي كده ونخليها مدخل للحلقة بتاعتنا، فيلا نشوف سوا إيه اللي حصل في الحلقة دي. يلا. أهلا وسهلا فيكي مدام فريدة. أهلا وسهلا بيك يا قمر. شكرا كتير لأنك إجيتي ولبيتي دعوة البرنامج. تشكر أوي، ربنا يخليك. مبسوطين جدا إن حضرتك موجودة معنا والله. طبعا طارق مزيان معنا بالبرنامج. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شو بتحبي تشربي هلا قبل ما نبلش؟ ما في ليمونه ومرسي يعني. لا اي شيء ثاني. طيب ممكن قهوه بالساده. تكرم عينيك يا فواكه. انت بت بت فواكه. اي تعي حبيبتي. اي المدام بدها فنجان قهوه. مدام كيف قهوتك؟ ساده. ساده؟ بحبك قوي. والله بحبك قوي. ربنا يخليك. انتي أمورة خالص. وانتي كمان بحب اتفرج عليكي والله. انت هتصوريها ما تخلصي يا خضروات. انتي خلصي. هو مستقصدني ليه؟ ما بت بت ما طارق طول بالك عليك. ايه مستقصدني؟ انتي مين انت عشان احطك في دماغي مستقصدني؟ لو سمحت ما تستقصدنيش بقى. ايوه ايوه اعملي لي فتح يرقص والنبي. تستقصد شعري 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 واعملي لي حبتين دول. خلاصي والنبي قولي. اخلصي خلاص طارق طول بالك. فواكه اعملي لها فنجان قهوه ساده للمدام. لو سمحتي معلش. واحد ايه حاضر. فنجان حاضر. فنجان صغير حاضر. بسرعه حرام مشكله. بسرعه غبيه جدا. طب بس بالراحه. غريبه جدا المفروض علينا يعني واخدين الشقه واخدين الشقه بيها. حرام بقى خلاص بقى يعني. لا بتشائم وكمان رتمها وحياتها. لا خلاص بقى. وبصيتها منك تقول لك بتستقصدني ليه وبتحدي كده. خلاص انا رحت حط نقرك من نقره يا زلمه. انت الثاني معقول عيب يعني ست غلبانه في ايميلك عشان خاطرك انت. بامانه انا فرحان جدا جدا ان انت موجوده معانا والله يا مدام فريد. يعني شايفك كده انت طبيعي جدا الحمد لله. يعني انا من الناس اللي معجب بيك قوي. ميرسي. اتفضلي شويه حضرتك اي حاجه. أنا أشرب لما عاوز أشرب يعني. أنا تحت أمر حضرتك. أنتِ كأنه قلتي لي مقربة أو مرشحة أو في شيء؟ عندي رشحة. تعبانة؟ أه تعبانة. برد غبي جدا ما بعرفش أختار. طبعا عليك إزاي يجيلك برد؟ الناس كلها بتحبك والله، إزاي يجيلها برد بس؟ مش ممكن، لا البرد ده هيتعاقب. هيتعاقب؟ هيتعاقب طبعا هيتبهدل.
ليه بردك المدام فريده؟ ده يبهدل بدله مش ممكن والله. الف سلام عليك. ربنا يخليك يا رب. كان واحد صاحبي يا رب كانت فواكه. بصي انا عملت واحد شاي وواحد قهوه وواحده ميه. حلو. عشان كل حاجه مع بعض. برافو عليك. انا بحبك قوي. ربنا يخليكي. يا حياه ربنا. ميرسي يا فواكه. ربنا يخليكي. اسمها مميز على فكره. اسمها فني يعني. مدام فريده حضرتك برج ايه؟ لازم مدام فريده. كل واحد وليه برستيجه. بس انت كده بتزغللني يعني. ارسنا في كادر واحد. مش لازم الدايره دي مدام فريده. لا بجد انا قصرت في حضرتك. ميرسي جدا. لا استغلالها بس مش في حاجه ثانيه. مش مشكله دي البدايه يعني. حضرتك برج ايه؟ اقول لك بتعتبرها شتيمه؟ لا تور. والله العظيم بدي اولى. والله العظيم بدي اولى. طب تعرفي حضرتك ان برج التور بيمشي مع برج الميزان؟ لا ما بمشيش مع حد. لا هيمشي. ايه ده في ايه بالظبط؟ يمشي بس انا برج الميزان بس رايحين. برج التور يمشي مع برج الميزان. يعني الاثنين بيتفاهموا مع بعض ودايما الاثنين معجبين ببعض. فهموش والله انا عندي ميزان مش متفاهمه معاه خالص. مش عايزه. هي بتفرق بقى ميزان عن ميزان يفرق. لا تور بيتفق مع تور. خش ستوب. خش يا سحام. قالوا لي وش عاجبك فيها؟ قلت اللي بيشتهوا فني خدوا عيني شوفوا بيها. قلموا لي مساء الخير. مساء النور. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. وحشني حقيقي. وحشني بصحيح. وحشني حقيقي. وحشني بصحيح. خير استاذ حامد؟ خير. وحياتي اللي جرالي. وياك انت. ايه ده مين دي؟ مين دي انت جاي؟ انت جاي بتقول لنا احنا مين دي؟ ما دي شرطك وشرطكو. دي شرطي؟ ده انا شرطي طويل كده. عسل. كهربته عالية شوية. وحياتي جراني. ايه بقى؟ حامد ابن صاحبة الشقة اللي نحن اخدينه. جاركم؟ لا. جارك؟ ولا. ايه؟ التقل مش كده. قصر. ولم المكسر وكده. عسل. طب ممكن بعد اذنك شوف انت عايز ايه عشان احنا بنشتغل بس عندنا إيه؟ شغل. عندنا شغل. انا عم صور استاذ. عندك شغل؟ ده بعد اذنك. طب وايه انا عادي كده؟ وايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ اضاءة وكده والشقة بتاعتكم. يا استاذ حامد شو بدك؟ قل لي. عسل. شكرا. وحشتي حقيقي. وحشني بصحتك. يا الله. هبقى الفها لك في اخر الحلقة. خلص الف لك في اخر الحلقة. شوف حضرتك عايز ايه عشان اصور. بقول له ايه؟ ما هو عمال يقول لي عسل. انت ما تعمل له يا حته الجاتوه اللي فيها لي في ايه يا حضرتك عايز ايه؟ ما بتكلمنيش ليه؟ ليش بدي حاكيك يعني اصلا يعني؟ ايه يعني؟ ايه اللي بدي تحاكيني يعني؟ يعني ليش بدي حاكيك في شيء ولا ايه؟ فممكن لو في عتاب بينكم يعني يبقى بعدين عشان احنا. لا ما في ولا عتاب ولا شيء. نصور ونخلص. مرتبطة؟ انا مش مرتبط. ماله ده؟ انا كده مع نفسي. عسل. استاذ حامد قل لي شو بدك. التقل صنعة ماشي. يا استاذ حامد انت هيك معطلنا التصوير لو سمحت. وفي ضيفة عم تستنى وشوبنا عرقنا انخنقنا يعني. حلو قوي قوي قوي. وانا كمان محترم الضيفة ما فيش اي مشكلة. طيب. حقي وحقك صح؟ طب لا نخلص الحلقة بعطيك يا هون المصاري. هلا مدير الانتاج ماله موجود. مش موجود بقى. ماليش دعوة انا يعني. مش كفاية ما بتكلمنيش وما بتقوليليش الو وبتاع. لا 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 لا, لا ما تدخلش بقى ده في ده. عيب. حلو قوي. دي حرية شخصية ليها. طب الفلوس؟ بعدين ما تدهمش فكرة عننا كمصريين وحشة. لا خالص. ازاي خالص؟ يعني انت عمال تقول لها تقابليني ومش ايه الكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده؟ لا دي روشانة بالحركات. لا 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 لا. بس في الحركات والله. طب استنى استنى. انا هديه الفلوس ولما يجي الراجل. لا 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 خلاص بيستنى شوية. انا ما عنديش وقت لكده. يا هاي ما خلاص هتدفع بقى وقصري. شو عيب عليك المخلوق ضيفك؟ اتكلم كويس. اتكلم كويس. حاضر. ما تقصريش طويلي. انت فعلا شخصية رخمة. عادي جدا. انا هاخد الفلوس. وحشني وحشني. لا 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 بس 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 اسمع بقى. اسمع ده انت تنرفش. ما تردش عليه خالص. انت عايز كام؟ انت يا ابني خليك معايا في ايه؟ لا بجد انتوا حاجه النهارده لا تطاق بجد. خمسه خمسه. خمسه, خمسة دي؟ يعني ورقه 100 500 عشان خاطر مامي. مامي مش حلوه. لا ما انا هاخدهم من مدير انتاج يعني عشان خاطر ديما. لا مالي يحب ده اتفضل. طب يا ريت بقى 50 عشان خاطر بنزين. قمر مش لذيذ. خلاص ماشي كده ما تلونش معايا والنبي عشان احنا مش مسبغه. ماشي يلا عشان انا لما بتنرفز بضرب. حبك برص ان شاء الله وصباح اخرس. كله طالع من بقك زي العسل. لمن اللي غاروا مني قالوا لي وش عاجبك فيها. قلت اللي بيشتروا فني. ضربت شمط رقبتك شمط. We'll be right back.
اسفة كثير مدام فريدة، وحياة عينك هلا اول ما بيجي مدير الانتاج بعطيك اياهم. سوري كثير اسفين. يلا شباب نرجع للتصوير. 5 4 3 2 محرج جدا تصويري، انا محرج جدا مدام فريدة على فكرة. لا يا ريت ما تحرج، لان انا الراجل، انا الراجل اللي موجود هنا يعني شكلها وحش. طب كنت تشاطر حضرتك وتدفع له 500. انا معيش 500 جنيه يعني، ابقى قاعد معاك 500 جنيه ما بحبش. شاب طويل عريض ولابس لي طقم وجرافي ومعك 500 جنيه وانا قاعد في بنك ولا قاعد في برنامج. لا 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 بصوا عشان الدنيا حر فعلا بقى، انا مش قادر اتخانقوا بعدين يعني. لو سمحت خلينا نشتغل. 5 4 3 2. طب حضرتك عارفه مدام فريدة ان في فصاتنا الفني شلاليه؟ دي بتبقى كل مخرج او كل منتج او مؤلف ليه شله. انت ايه رايك حضرتك ايه في الظاهره ديت؟ الشلاليه ما هيش ظاهره وحشه، دي موجوده وطبيعي، الواحد بيشغل الناس اللي يعرف. لكن انا بقول برضو كمان في نفس الوقت ان الواحد لو كان شغله والستايل بتاعه وموهبته بتفرده فاكيد هيفرض على كل الشلال. يعني انت حضرتك مع الشلاليه؟ يعني ابتديت كام كلمه مع الشلاليه مدام فريدة؟ مش 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 اجينست ومش مع ستوب. مساء النور. مساء النور خير. ايه ده؟ فين فواكه؟ مين؟ فواكه. بنت فواكه؟ اه. حضرتك عايز منها ايه؟ اخوها. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه فين؟ بنت فواكه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شو وين فكر حالك انت؟ فواكه! انت في شارع يا، انت اسمك ايه؟ انت في شارع؟ يعني في بنسجل وفي ناس قاعدة. عم نصور برنامج يا محترم. طيب هنا يعني ولا مش هنا؟ هتروح فين؟ هتروح فين ما هي هنا؟ طيب هنا فين يعني؟ فواكه. فواكه مش كده؟ انت بنت؟ اه شفتي؟ سددتي بقى، دي 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 الطريقة اللي بتعمل بيها. ايه؟ بنت فواكه شفتي؟ ايه؟ اخوكي. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك يومين ما حدش شافك ولا شاف منك اي حاجه. اسفين جدا معلش يا مدام فريدة. ما ايه؟ ما امك عيانه يا وي. ام عيانه مش تيجي؟ فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ شو يعني كيف تحكي معها هيك بهالطريقه؟ معلش يا ست ديما والنبي ما تزعل، بالراحه بقى، دول الناس اللي بشتغل عندهم. حافظ عليك. لا لو سمحت لو سمحت لو سمحت تعالى شوي اهدى بس. تعالى لو سمحت. مين بقى الاستاذه بقى؟ عفوا في ايه كمان ما بتعرف مين الاستاذه؟ وين معرفش انا مين يعني. استني بستني هنا شوي، ركز شوي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك ست الكل. ست فريده. ست فريده ما بتشوفش ولا ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك. خير حضرتك؟ بتشتغلي؟ ما بشتغلش. واضح. اه انت اخوها بقى بجد؟ لا اخوها كده وكده. اتكلم عادل. ايه اخوها؟ اتكلم عادل. طب في حاجه اسمها اخوها بجد؟ طب اتكلم عادل. في حاجه اسمها اخوها بجد؟ اتكلم عادل. مين اللي اتكلم عادل دلوقتي؟ انت تتكلم عادل. انت تتكلم عادل عشان ما اعدلكش. ده اخوكي؟ ما تعدلنيش. اه اعدلك. تعدلنيش؟ اه لان انت الدخل انت داخلها دي غلط جدا، وما ينفعش تعمل كده مع الناس. انا كلمتك؟ ما كلمتنيش، لكن عامل لنا قلق وموقف التصوير. انت عاوز ايه؟ انا عايز فلوس من اختي. وبعدين انتوا بتضحكوا عليا هنا يعني؟ مين قال لك كده؟ هي كده. اتكلم بقى كويس. قلت لك اتكلم معايا. فلوس ايه اللي عايزها من اختك دي؟ فلوس ايه؟ فلوس يا ست فريده. فلوس. والله العظيم بياخد مني الفلوس، ما بوديش حاجه لامي. يا بنت انا بقى يومين حد بس بس اتكلم. هو بياخد كويس. بيضربني كل كويس. يوم والله. ايه بتعمل لها كده ليه يعني؟ هي بلطجه يا ست. يعني هي بدها تشتغل. انا اختي احرار يا جدعان، انتوا مالكم؟ هي بتشتغل طول النهار. ممكن تقعد تشتغل. بصي هي من ساعه ما بقت فنانه وهي شافت نفسها. لكن انت قلت انها عم تشتغل بالفن. اه اشتغلت فنانه وممثله دلوقتي. يا بنت مش بتشتغل معايا. يا ابني اتكلم معايا بقى. خلاص لو سمحتي روحي انت دلوقتي. روحي دلوقتي. خلاص فواكه. روحي انت. اه دي فنانه اكيد صوروها بقى ويحطوا صورها هنا وهنا وكده. يا استاذ يا استاذ يا استاذ لو هتتكلموا كلموا وانا همشي. لو هتكلم معايا لو سمحتي. وما حدش صورها ولا ايه؟ انت يا ابني انت يا ابني ايه اللي شغل البلطجه انت بتعمله ده؟ انت بتتكلم معايا كده ليه؟ بتكلم معاك كده اذا كان عاجبك بقى. لا ما ينفعش. على فكره عيب يا عم تعملي كده. لا اعملك اكتر من كده. لا انت واحده ست وعيب لما انا اتكلم معاك بنفس الاسلوب. ما تعتبرنيش ست. لا انا اتكلم مع اختي براحتها. لا ما تقدرش وخلص. انت عاوز ايه بالظبط؟ ما اقدرش. انا عايز فلوس من اختي دلوقتي. ادوا له فلوس من اخته عشان يغور في ست. دول هم مالهم دول؟ مين اللي بتاخد الفلوس بتوديها فين؟ انا همشي مش هينفع. لا وين ماشي يا مدام؟ مش هينفع مش كده. مش جو لقاء خالص. طيب فيكي تروحي يعني؟ انت بتقولي له اقعد هنا عشان تقولي لي ماشي. انت اسمعي حضرتك. ما بعرفش انا اقول حضرتك. لا تتعلم بقى. تتعلم وتتقدم. ما اتعلمتش انا. عندي اللي يعلمك. طب اوكي مين بقى اللي يعلمني؟ هاتيه يعلمني وانا مستعد اقعد كل يوم اتعلم. يقول لي حضرتك بص بص يا جدعان قولوا له ما ينفعش. افهمك افهمك. واحده ست عيب ما ينفعش. لا ما تعتبرنيش ست. بص انا بعتبرك دلوقتي كولد صغير. احترم نفسك. خليك كويس. اوكي ازاي يعني؟ خليك مؤدب مع الاكبر منك. مؤدب. اوكي اهو قاعد مؤدب. ايوه بالظبط. عايز فلوس. عايز كام؟ روح وارجع. استني لو سمحتي بقى. عاوز كام؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ ليه بتشتغل ايه دي؟ بقالي يومين ما شفتهاش. شاي وقهوه تجيبهم تاخد 300 جنيه ليه يعني؟ انا عايز منها 300 جنيه. بص 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 هي كلمه. هتاخد 100 جنيه وتمشي ولا اضرب تليفون اجيب ناس يكسروك ونخلص منك؟ ناس يكسروني؟ ايوه يكسروك. يا ريت بقى تضربي تليفون وتجيب الناس اللي يكسروني. تصدق ان انا هعملها فعلا؟ يلا اعمليها. بس خفت انا كده.
اكش بقى، ده صايع جدا. اقوم اجري بقى. صدق هضربك. عايز اريف تضربيني ولا تجيب الناس يضربوني؟ انا اضربك الاول وهم يضربوا. يلا براحتك، اللي انت عايز تعمليه اعمليه. انا عايز فلوس من اختي، ما حدش منكم يتدخل. لا ما نجيش لو صراحه يا ميدتك بقى وكسر راسك بقى. ده اللي انا اعرفه على فكره. دلوقتي ساكت. بص بقى، هو 100 جنيه ومش هياخد غيرهم وتمشي. ايه 100 جنيه؟ طب هاتي 100 جنيه وتمشي. هاتي 100 جنيه لا وتمشي. وهمشي وتمشي وهمشي. ما تخليش يومك يبقى اسود النهارده. خليها على الله ونعمه بالله. هتمشي بعد ال 100 جنيه. خليها على الله. لا حضرتك ما تدلوش حاجه. ما تعملش ايدك كده. حضرتك ما تدلوش حاجه. خليها على الله. انت مستفز، ما تعملش ايدك كده. على فكره دمها خفيف قوي. لو انت بقول لك ايه، بقول لك ايه، ما بعدين ما تدفعش، بعدين ما تدلوش حاجه. دي فواكه دي كبيره، هتاخد 5 جنيه ربع جنيه نص جنيه. يعني احنا جايبين هنا عطف. مين اللي تاخد 5 جنيه؟ ما تسكت بقى يا اخي. ايه القرف ده؟ الكلام اللي هو بيقوله. اسمعني، انت مش عندك بطاقه اخته وسكنهم؟ بلا. وهي اخته؟ صح. طب انا عايزاه غرفه ده دلوقتي، وانا هعرف اجيبه ازاي. اوكي تعرف تبني. انت ما تخرس بقى. خليها على الله. الله يحفظك لعنده. ده ايه المناظر دي؟ طبعا قريبها. فين النيله الفلوس كمان؟ لك لك على المدير. ايه القرف ده؟ ودي واحده برضو؟ لا يا راجل واحده. انت شايف ايه يا خفه؟ ده تلاقيه بياخد حاجه. ده تلاقيه بياخد حاجه. ما تتكلميش كده مع الناس. ما تتكلميش كده مع الناس، عشان ده مش مستوى مناقشه. خفه يا شيف. قوم يلا. يلا مع السلامه. مع السلامه. مش هاخد غيرهم. شكرا يا استاذه. هتتجاب. ليلتك فل. ليلتك زفت وهتتجاب. ليلتك زي القشطه. يلا بره. وقبل ما تجيبيني هتلاقيني انا قدامي بقول لك خلاص بقى روح من هون. خلاص يا ليه كابتن. يلا يلا. ها خليها على الله. يلا. بنت الفواكه. شكلك. يلا. ايه المناظر اللي انتوا بتلموها دي؟ العرب عيونه شو قليل ادب. لا عيب. عيب. تعالى بقى انت مش ماشي. لا بس. لا تعالى تعالى. طب ورحمه ابويا هضربك فعلا. النبي حسن. امشي امشي. اي اي. معقولة انت يعني؟ ما بعرف يعني شو وضعك؟ لا فعلا عندك حق، عندك حق بجد. انا مستغربة فعلا. بس بس بنت فواكه. لا وقاعدة بالحلقة عامل لي حزام اسمر وحزام اخضر وقتال شوارع و... فواكه. اي لما تروحي النهاردة قولي لاخوكي طارق جال مش هيسيبك. حاضر. يلا. حاضر. لا يا شيخ. والله والله ما قصرت. حليتها يعني؟ ما قصرت. هنشوف انا هعمل ايه. شو هالحكي؟ ماشي شوف انا هعمل ايه. ما قصرت. هشتعمل وتساوي بقى. لا انا بس تراك حدا يعمل شيء. لا انا هعرف اتصرف. قالت لك هشتعمل وتساوي بقى. يعني انت عايزين اعمل عركه وبتاع ومدام فاتن موجوده؟ لا خليك قاعد وخلي المدام هي اللي تتخانق معاه وحضرتك قاعد لشغلنا. انا متلخبط جدا ومحرج جدا من مدام فريده بصراحه يعني. يعني ما تطلع فلوس وتدفع وبتاع واحنا. لا ما انا هاخدهم. ما اكيد طبعا انت تاخدهم. بس المنظر العام مش لذيذ. وده اللي هيجي اسمه ايه؟ واللي دخل ده حضرتك هتسمعي انا هعمل فيه ايه. لا ما انا هاخدهم احسن. تشوف انت انا هعمل فيك انت. ان انت ما طلعتش حاجه. تعرفي انا هعمل في الولد ده ايه؟ نعتذر مدام كتير اسفين. وترناها طبعا. ما لازم تتوتر طبعا. ما هو الحاجات اللي تخش والحواديت اللي بتعمل. مساء الخير يا حبيبتي. اهلا مدام. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. ازيك يا اخوي؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ احسن منك. ازيك يا حبيبتي؟ مدام زنوبه صاحبه الشقه. ابنها جه من شويه. ايوه شبه بعض. هو حمد جه. ايه والله جه. والله شبه ابني. كلهم بيقولوا كده. مع انه في الاصل شبه ابوه. حته من ابوه. لازم نشوف ابو قريب ولا حاجه. ده احنا اولاد عم لازم يا اختي. امال ايه احنا كده العيله الاغنيه كلنا لازم نتجوز من بعضينا. انما يا اختي ايه الحاجات الحلوه دي؟ الازرقات والاحمرات الحاجات اللي بتلمع دي. انا اللي حاطه احمرات ولا ايه؟ بقى اللي شفتها في اخر فيديو كليب. فيديو ايه؟ كليب. كليب مين؟ الكلاب ده اللي بيظهر في التلفزيون. اصلا عندي ديش. ديش. امال ايه؟ شفتك بقى في الفيديو كليب. لا مدام زنوبي انا شغال كده عمال يعمل كده وكده. انا في الفيديو كليب. امال ايه؟ ده انا كليب بحبك قوي قوي. طب كل ما تطلعي في كل الاعلانات يقول لي انا بحب الست دي. لا مدام زنوبي في غلط. مدام فريده مو بتشتغل فيديو كليب. ممثله. ممثله وربنا. اي والله. يعني مش هي تقول جاني الاسمر جاني الكلام ده؟ لا لا جاني اسمر ده جاني بتاعت اغنيه مين دي؟ ما بعرف. ايه ايه البت الحلوه دي اللي بتغني دي بتقول جاني الاسمر جواهر. ايه جواهر.
لا فكرتك عتاب. معقولة انت شو انت يعني المهم انت عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عندي اليوم عايزة ايه؟ عايزة ايه حضرتك؟ عندك حق، في ناس كتير قوي في الشغل بتفتكرني عتاب واحيانا جواهر. مدام زنوبة شفتي يا اختي؟ اهو يعني انا ما كدبتش ما كدبتش يا مدام زنوبة. قولي لي شو بدك؟ عايزة يا اختي الفلوس. اجا حامد واخدهم يا حبيبتي الفلوس. مين قال لكم تودوا الواد اللي بيحب لي بنت اسمها دينا بيقول لي مش عارفة ايه مذيعة في ايه يا اختي ولا ايه وهيصرف عليها الفلوس كلها. ما تشوحيش ما انت مالك انت بشوح في وشك بنتي يا فواكه انت يا بنت يعني شقة. أيوة مشكلتي هي بألف جنيه سبت الكل هنا؟ آه يا لهوي ازيك؟ ازيك يا أخي؟ الحمد لله. لما جه المحروس ابني ما اتصلتيش بيا وقلتي لي إنه جاي ياخد فلوس ليه؟ ما شافته أصلاً فواكه، كانت عم تشتغل جوا. ما أعرفش يب يا مدام. اقعدي اقعدي يا اختي. لا لا لازم نتحدد مع بعضينا هيك كمان. لا لا يا شيخه اقعدي يا شيخه والله ده ما ينفعش بجد. شيء انا الناس اللي موقف بيني جدا وعايزة يا مدام زنوبة لو سمحتي احملي حالك واطلعي برات البيت. يلا. بعدين انا بجي بحاسبك وبتحكي ياما ده بيتي ياما انت بتقولي ايه حبيبتي بنبقى بنحكي بعدين بالقصص. طب بعدينك بس انا عندي اهو انتوا اعملوا انتوا خلاص لو ربنا ما ينفع يا اختي عدنا انت صاحبه بيت ده انا اكتبه لك باسمك من بكره اقعدها اقعديها يا بيت يا فواكه يا زنوبه خانم. لما اديكي بالفظه دي في دماغك نهدى كده. هو انت لما تتكلم تخرب هي اما ما تسكت اصلا ما كنت ساكت ولا اقلب الترابيزه دي على دماغك ياد وخليك تقسم نصين يلا يا مدام يا اللي عملت تسبل انت بالظبط كده ده ولا من فضلك بقى شويه شويه اهدى خفه. على فكره انت اسمك ايه؟ زنوبة يا عناية. بصي يا زنوبة يا عناية اللي بيهرج كتير كده ده وبصوته عالي بيبقى طيب. انت ست طيبه افهمي كده منها الكلام اللي عايزه تقولك وانت خليكي ذوق معاها وانت تسكت خالص. حاضر اقعدي يا دينا. اتفضلي حضرتك اقعدي. طب لو عملتي كده ثاني هقوم. لا يا اختي مش طيب ممكن هلا تقومي تروحي وبعدين بتفاهم انا وياكي على المواضيع. ممكن تقومي تروحي وبعدين بتفهم انا وياكي على المواضيع. تفضلي حضرتك اقعدي يا اختي. يا سحتانه سحتانه وربنا بيتش فواكه. تعالي ديما اقعدي يا ديما اقعدي. تعالي اقعدي يا ديما عشان نكمل لقاء بالراحه بقى وهدي بالظبط. اتفضلي يا ديما بعد اذنك تعالي ببساطه جدا. تعالي يا بنتي فواكه من غير ما حد يزعق. حاضر. يعني المساله تبقى محتاجه بس بالراحه. يلا محتاجه مش محتاجه عصبيه لان اللي يعلي اللي يعلي صوته هنا مهما كان مش عايزه تخني. يا زنوبه ميرسي قوي. مش عايز حد يعلق انا بتخنق جوه. وايه انت ما تص لك انت لسه من اول وجديد. تعال ايه خلص الحلقه. خلصت. اما ايه الحلقه ما خلصتش. خلصت ما خلصت. خلصت ولا لا تجي لك يلا على خلصت يلا خلاص خلاص خلصت بقى. عشان كل حاجه يا مولي اللي غرب يومين. انا بقول لك عندك فيها يا أعزائنا المشاهدين وتحية كمان للفنانة فريدة سيف النصر. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقة اليوم. مثل العادة أكيد موعدكم نلتقي فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم لا تفهمونا غلط.